وننتقل هلا الى نهر الليطاني يلي اختلطت فيه المياه بالمجارير. فنهر الليطاني يلي يعتبر مورد ري للاراضي الزراعيه عم بيهدد منطقه باكملها بالتسمم والتلوث البيئي. المزارعون اطلقوا صرختهم، ولكن مع غياب الوزارات المعنيه على من تقرا مزاميرك يا داوود. تقرير لزميلنا خالد ابو شقره، منتابعه سوا. مثل الجعز ميته تقروش، كانت نظيفه، بعد سنه اثنين ثلاثه يعني تعلبت الايام، صارت المجرار من زحلي وجار تجي على النهر، نحن قاعدين بين النهرين وشبعانين الماء، صرنا نشتهي الماء. كانت الناس تتغنى بنهر الليطاني وبالغزاين، كان الناس تيجي تصوي القمح تشرب منه، تدلي منه ماء يعني، اليوم اللي معمره هونيك عم يهرب. لو استطاعت الكاميرا نقل الريحة، لكن اكتمل المشهد المأساوي اللي عم بيعيشوه جيران نهر الليطاني. فمن شريان الخير اللي نهض بالبقاع زراعيا صناعيا وتجاريا، تحول نهر الليطاني من سنوات قليلة لشريان الموت اللي عم بيحمل يوميا لسكان البقاع مختلف أنواع الأمراض والملوثات البصرية الرئوية والجرثومية. سنة عن سنة كانت نسب التلوث بمجرى نهر الليطاني ومتفرعاته عم بتزيد، حتى وصلت اليوم لأعلى نسبة بين المسطحات المائية بطول لبنان وعرضه، وأصبحت تشكل تهديد وجودي لسكان المنطقة وتدفعهم نحو النزوح ومغادرة أراضيهم وممتلكاتهم الزراعية. أنت هلأ واقف على ضفة نهر الليطاني ببلدة المرج اللي كلها مليانة تلوث، من منبعه لحديتها كله تلوث بتلوث، مياه ما عاد فيه، هذا كل المياه اللي فيه مياه صرف صحي ومياه مبتذلة. صار نقمة، صار هو نهر الغزاي، صاروا نقمة على البشرية اللي قاعدين ضمن هالنهرين هودين، برليس، المارج، غزة، للمصب يعني للأرعون، مصيبة صاروا. والله مثل ما نكون شايفين ريحة، يعني ما عندناش فينا نقعد بالبيت، نحن ريحة موت يعني. متأسفة كثير مش شوي، لأنه بيت نستحليها، بيت حلوة كثير كانت، هسه صارت كلها مجارير. بدك تقول له مشاكله يا معلم من 98 بلشت المجارير علي، مدار المجارير علي، كل القرى اللي حوالي تبع شوي عملوا هالمجارير وضروها على النهرين، على الغزيل وعلى الليطاني. أمام هول الواقع واقتراب البقاع من كارثة حتمية، ما كانت كثرة المناشدات لرفع الموت المجاني عن سكان المنطقة عم تنفع. فمن تسعينات القرن الماضي وقفت الدولة متفرجة على المصيبة الكبيرة ولم تخطو أي خطوة بسبيل معالجة التلوث ومسبباته. على أساس انفرز له مليار دولار وبدنا عمله صرف صحي من شان المجارير ومن شان المي، ولتاريخ اليوم بعده كله وعود. عم نطالب، عم نحكي مع كل العالم، مع المسؤولين، مع البلدية، مع كل العالم، ما حدا عم، وهالعالم كله عم تصرف مجارير على النهر. مشكلة أكبر أنهار لبنان وأعظمها ما بتوقف على المناظر المقززة والروائح الكريهة، وهي ما بتنحصر بمنطقة البقاع، إنما بتتعداها لتشكل خطر حقيقي على صحة كل المواطنين من خلال عمليات صيد الأسماك وري الخضار والفواكه اللي بتغذى فيها لبنان من مياه ملوثة جرثوميا وكيماويا. مش عم نحكي هيك إنه لا نحكي ونتهم الناس، بس هي الحقيقة وهي الواقع. يا ريت العالم تجي بتشوف ريحة ما بتنطق، الله وكيلك، بس تطلع الريحة بتحكمني عبقى بصدري، أنا أبعوش في أتنفس. والعالم عم شو بتعمل؟ أرض زراعية نحن وعم تسقي منها، شو بس تسقي ودور دور المرشات الماي كأنك أبو ضيف تحت شباك أو ببيتك. هاي المجاري ما في رقابة ولا شحار، وزائد عم ينصي منه
احنا عم ناكل منه، والخضره والبطاطا والقمح كله هيدا عم يصوم ميه مجارير، وكل المجارير محوله على النهر، وبنرجع نحن بناكله. خد على امراض وحكمه، ويا ريت الدوله بتساعد بالحكمه. يعني ما فيش واحد بالمارج الا ما لو في مرض، ابدا ما فيش واحد، يعني بتشجع كل اولاد صغيره كبار كله يعني في امراض، بشفتوش هلا كيف هو. شوف هلا بشتت الدنيا قد يطلع روايح وامراض الاولاد، لايك مش عم يصحوا، لايك القريب مش عم تصح. التلوث الليطاني بفوق بأهميته أي موضوع حالي عم تشهده الساحة اللبنانية، وإذا ما بدأت معالجته قريبا فهو رح يعرض بالمستقبل القريب مئات القرى للتهجير، كما رح يعرض لبنان بأكمله لتلوث ما سبقه مثيل. بالنسبة للوائل بفعور اللي هو يقول انه بالنسبة للمواد الغير شو اسمه خالص تاريخها واشبه من ذلك، فنحن عندنا النهر الليطاني والنهر التاني، هودي خالص تاريخهم هودي. عنا بس تقرير رياضي يلي معه بنختم فيه حلقتنا لليوم، على امل نلتقي معكم بكره بحلقه جديده. نتمنى لكم نهار حلو، باي. ترجع من الارتكاز البيفو ديانج، ممتازه، هرب هرب، سيسجل سيسجل جول، مش ممكن مش ممكن، باي باي هولندا، كره عمر، كره بطوله، كره مباراه، هرب خد وقته، ضرب جراند كاسياس قديم يا سنت. فالنسيا يبحث عن ناني، فالنسيا ترجع مرة ثانية، يزيد في سرعة خلف فالنسيا، هاي تعمل سرعة مانشستر يونايتد، فالنسيا ما زالت الخطورة والبيكا بابا ورد جول، بابا 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 بيتر جاكيان خد تشيلسي من هدف كان محقق من شيشاريتو، يا لها من ارتماء، أولا التسديدة والتوزيعة الرأسية ثم الارتماء، بابا 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 با.
شيء كبير من الدقائق القادمة. ملعوبة خطيرة، هدف 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 لا حارس المرمى، حارس المرمى، الكرة تابة بأن تدخل، الكرة تابة بأن تدخل، وحارس المرمى كبير